هلا وحبايبنا، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير صحة وعافية يا ربي. واليوم رجعنا لكم بفيديو، هو فيديو تسويقي، وراح اخذكم الجولة بمدينة هنوم. واليوم وليد عنده عطلة، فأكيد نستغلها لكم الطالب. اي والله والله، اليوم وانا ما نرجع الا بالليل. هنوم الجو صح باردة بس بيها شمس. اي والله نفس الوقت جو حلو. صبحكم الله بالخير ان شاء الله متابعينا الحلوين الطيبين الغاليين علينا. اكيد غاليين فيديوهاتهم وفيديوهات تعليقاتهم الحلوه. اي هم طيبين، ناس طيبه. الطيب يا بذكر الطيب. اكيد. يعني وهسه اشوفكم مدينه هانوم. هم اتينا نصور لكم شوي المدينه مالتنا. يعني مو مالتي. احنا ساكنين بيها. هانور. سنتر. هذا شوفوا. كان الباصات هنا هذا المحل هذا شوف هاي الشتاء يعني. كلش حلوة. شنو رأيك وليد يا موديل ناخذ؟ فحالة كلش حلوة. حلوات الموديلات. مو حلوة؟ هاي بعد انت ذوقك مجمولي. حلوة. ويا الجنط. ها؟ وينهم؟ بواتي ولا هاي؟ هاي بواتي حلوة. حتى هنا وليد هاي الموديلات. اي شوفي هذا. شوفي هواي انواع موديلات. شوف. هسه يالون هتصفين علي يالون. اكو جوزي. اكو هذا الجوزي. واكو الاسود والبيج. البيجي والاسود. ها؟ وهذا موديلهم حلو نوع. هذا. يا صوت. وين صفيتي علي يالون؟ هذا الاسود حاخذ. يلا هاي. هاي كالون. هذا هو. من الأكلات للتتبيلات. هاي النكهات مالتين. ها نور؟ حلوة. هاي شراشف مال مطبخ نور. هاي الأغلاصات اللي قلت لك عليها. مو ذني. ذني شوفوها. ذني. هاي هم عندك فوق من وين من جيب؟ لا هني احسن اقوى لان شوف نوعيتهن اقوى. ايش قد سعرهم؟ 8 يوم. اي كان 25. خذين خذين اربعة. هنا الطوس. اي ما الصورة كلش حلوة. ذكر اللي اخذناها العائلة مالت نصور شلون نوعيات الخبل. هاي بيش هاي الوحدة نو؟ هاي شلون هيك حلو بيش هاي؟ هاي مقلاصات. شوفوا المقلاصات، تعال خليني اشوف هنا باليد. وانا هم عاجبنا باليد ترى. شوفي هنا باليد تشوفي. شلون هالوان ماله؟ الوانه حلوه. بيش؟ 24. بس شلون ملون؟ هاي شنو مجمل؟ مكبره خليني اشوفك مجمل. اولي مكبره.
كبره. تحفيات حلوة عندهم ها؟ غريبة عجيبة أشكال موديلات. هاي شنو هاي الحجرة؟ واو نور هاي حلوة. ها؟ سعرها مكتوب لي ورا 32 حجر. اي 32 يورو. شغلات الحجر حلوة ولي. اي سلات. هاي هاي كله مال كريسمس هنا. هاي محلو تجي تجي تتعلق مثل التسلق. ايه 25 هاي حلوة. والله مجمول يعطيني رأيك في هذا اللون. كلش حلو. حلو؟ ايه لونه حلو. حتى خامته كانت. يلا مجمول. اليوم اللبس كله وليد. كله دا يشتري. شنو رأيك مجمول؟ أنا اختاريت هي. قلت له وليد كلش حلو. حلو البيئة جيوب. ولو هي عريضة بس أنا أحبها بس أحلى تلبس وياها بلوز تيشيرت بس اندار وليد؟ لا اندار. راح هاي من نوع اديداس. وليد عجبته هاي همينة. بس هاي طلعت صغيرة. يعني عنده تراك سود هاي الماركه. انا هسه اللارج مرات يلبسني وانا مرات ما يلبسني. اي حسب. يعني هاي موديلها سايزها صغير. هاي لا بالعكس. هاي جتي اللارج صارت على وليد. ها؟ يعني اللارج هاي صارت عليك. كل شيء هاي كلش حلو. الف عافيه عاش ذوقي. هلا هلا بنقول الستة تدفع. ومع الدفعيليه انت مو قلتي لي الساعه تدفع. بس حلو اللون المسجل. الوانه كلها حلوه. انا وصيت قص لحم نورتي. ها نفس الشيء. دقيقه يمكن هاي الشطه مالتي الحاره. لا مو حاره كلها. جيبيه صاير تغيير بالموضوع. اي هاي مالتي. هسه شو تقول لي لهم؟ تقول لي لهم طبعا اليوم جمال ما قصرت. ما قصرت اليوم اكيد. يعني سوقنا المسواق وشغلات البيت تونسنا اليوم جمال. اجواء اجواء. لا تنسونا بالاشتراك واللايك بالقناه على مود يوصلكم كل شيء جديد من عندنا. ان شاء الله الفيديو هذا ولا يعجبكم. يلا مع الف سلامه. سلامة. باي باي.